إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نرحب بكم من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا الكرام، جريمة شنيعة، جريمة نكراء، تعرض لها واحد الشاب في مقتبل العمر، أكيد تعرض للتصفية. 35 سنة. فمعنا الآن في الصور الأم والزوجة في حالة مأساوية، يعني كتدمي القلوب. فكنعلنوا التضامن ديالنا معهم، كنقولوا لهم عزاؤنا واحد في فقدان هذا الشاب. اكيد لان كي غندير نوصف لربما هذه الجريمه الشنعاء اللي وقعت، فغتسمعوا على لسانهم تفاصيل ما وقع. غنعاود نذكرهم اكيد مشاهد ديال الحزن ديال الالم. كتشوفوا الحاجه مسكينه، حاجه عزاؤنا واحده لالا، الله يعظم الاجر، الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك لالا، الله يصبرك اختي، الله يصبرك اختي، والله يفاجي عليكم. غنبقاو معكم متابعينا تسمعوا هذه التفاصيل ديال هذه الجريمه اللي كانت روعت مدينه فاس. الكل كان كيتحدث على هذه الجريمه، اكيد لاننا كنا حاولنا باش نوصلوا لعندهم ونصوروا معاهم. الظروف ديالهم ما كانتش كتسمح ذاك الساعات لان مع الحاله ديال الحزن. فنتمناو صادقين باش ان الان يوصل الصوت ديالهم. عاودوا تواصلوا معنا، جينا لعندهم باش نوصلوا لهم الصوت ديالهم. السلام عليكم لالا. عليكم السلام ورحمه الله. اختي خليك معايا، خليك معايا. كنعتذر منكم متابعينا. كنعتذر منكم على هذا العطب الخارج الإرادة ديالنا. قلت تسمعوا القصة ديال هذه الجريمة المروعة اللي عرفتها مدينة فاس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سميتي قدمينا نفسك وتحدثي لنا على هذا المصاب الجلال اللي أصابكم بطبيعة الحال. سميتي فاطمة زهرة التامري، خاقب في 91، الزوج ديالي عمر مزينة رحمه الله، هو خلق تا هو ولد 88 في التالي ديالو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداه، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف اخويا، انا كنت جالسه في داري وناعسه وجاني تليفون مع شي ستة و35 دقيقة، عيطت لي الجارة قالت لي فاطمة زهرة هبطي على راجلك مع الحكم. انا عندي داك، عندي واحد البيت تما كيناتين في داك الدوار سلايلي، عندي بيت كنقول على من تعالى نستافد حيت ما عندي فين نمشي. قوت حيت ولدت وليدات ثلاثة تبارك الله، مشيت ديتهم وبغيت نكري، كريت غير تما في حي الناسيم قريبة للدوار. صونات عليا، خرجتي بالبيجاما قالت لي راجلك راه ما كيتحركش. هوت الدوار، الساعه اللي هبط للدوار كنهبط كنلقى مين الزوج ديالي تما كيناتين، ما قدتش تزيد لولدها بعيده عليه. انا ما حسيتش براسي، كنطلع في دوك انا كنطلع ما حسيتش براسي، كنطلع فوق واحد الكرياج وكنتلاح على راجلي حيت لقيته مليوح من داك السطح، مليوح بواحد المسافه مليوح. الساعه اللي قتلوه، قتلوه السطح وهزوه لاحوه. تلاح حنا ما غنذكروش سميات. ابن مستشار ديال الزواغه. كنمشي ديك الحاله اللي لقيتو فيها، قسما بالله لقيتو كله مضروب، كله مدكدك، ماشي فيه ضربه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. تكرفصوا عليه بزاف، تكرفصوا عليه لانها بقاو كيقتلوا فيه عمدا متعمدا، ما كاينش شي حاجه. كانت عنده ضربه بزاف هنا مر ودنيه، وعنده ضربه هنا، راه عندي دابا نسيفط لك التصاور، ضربه هنا في قلبه جهه القلب، وعنده الضرابي في يدو ورجليه كامل ويديه كله ضرابي، كله مدقدق، كله مدقدق. بقيت كنشوف ما قديتش، بقيت كنهزو كنوقفو كنقول له نوض تمشي معايا بواحد 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 الهفه، حيت ما ثقتش بانها مات، ما ثقتش.
ما تقتبي ميت، بقيت كنغوت وكنعيط. وقفوا معايا عباد الله، عيطوا على لومبيلونس، جا المقدم بقى كيصور داك الشيء وعيط لي على لومبيلونس، ما جاش عندي البوليس كاع، ما هزوهش، ما بغاش، ما خلاوش تيجي البوليس ويكونوا حاضرين. هزوه مشيت به المركب، مشيت به المركب. واش كان واحد ولا بزاف فيهم؟ كانوا بزاف بيهم جالسين جلسه كاملين فوق السطح ديالي، كاينين شهود وكاينين ناس وكاينين جيران وكاين كل شيء، كاينين كاميرات. كنطلب انا من السلطات يحقوا في هذا الشيء، انا ما كنطلب حتى حاجه، كنطلبهم يحقوا. كيمشي وكانوا جالسين جلسه كاملين بالليل، حتى اللي وقع ما وقع. واخا لا انا غنمشي معك في اطار سؤال جواب. طبيعه الحال حنا كنستنكروا هذا الفعل الجرمي الخطير اكيد، واكيد حنا ماشي طرف في القضيه، حنا كننقلوا الصوت ديال المواطن. هاد السيده الزوج ديالها توفى، طالبت بالقناه باش لنا تصور معها، جينا كنصوروا معها، واكيد حق الرد راه مكفول للجميع. واخا لا التفاصيل ديال هذه الواقعه الاليمه، قلتي لي بان الزوج ديالك كيفاش تلاقى مع هاد الناس، واش هو شخص واحد ولا بزاف فيهم؟ احكي لنا التفاصيل، غير ما نذكروش الاسماء ديالهم. شكون هو هاد الشخص اللي تحدثتي لي عليه بلا ما نقولوا السميه ديالو؟ هذا اللي قتل راجلي كان عندي جالس في الدار مع راجلي. كان معاه في الدار؟ كان معاه في الدار، كان معاه في الدار، وهما من حيل من خلال صاحبه كان كيجي عنده، كان كيجي عندي حتى انا للدار عندنا، كان كيجي عندنا وكيشوفوا، كيشوفوه، كيعرفوه حتى وليداتي بثلاثه، كيعرفوه العائله، كيعرفوه الناس، كلشي كيشوفوه معاه. وعندي شي اوديويات هو وياه كيهضروا، دير عقلك. الزوج ديالي كيقولوا بعد من هذا الشيء، دير عقلك، بعد من بزاف ديال الحوايج. وهو كان عندي في الدار ديك العشيه وقيل عندي، ومشى عيط على الزوج ديالي، ومشاو جلسوا كاملين، وجاب بنت خالته حتى هي قصاره معاهم تما كيناتين، ابنه الخاله ديالو قصرت معاهم. شنو بقاو جالسين الليل كامل؟ انا خرجت مع ديك 11 الليل كنقلب على الزوج ديالي، شفتهم هابطين كاملين. مني شفتكم كاملين ما يمكنليش انا ما عندي ثلاثه ديال الوليدات، واش نسمح ثلاثه ديال الوليدات؟ ديت وليداتي ودخلت للدار ديالي وتكيت، قسما بالله ما جانيش النعاس، قسما بالله كنت عندي احساس قوي انها توقع شي حاجه. لعمر كنقول واش كانوا شي يعني طبيعه العلاقه اللي كانت بيناتهم اصدقاء، كيفاش شنو اللي خلاك انك تحسي توقع شي حاجه؟ صراحه قولي لنا صراحه. شوف صراحه كنت حاسه بانها توقع له، حيت هو كنت تخاصمت معاه وداك الشيء كيقول لي انا غنمشي، انا غنمشي عند الله ونخليك بوحدك، وانا عارفك عندك قويه. كنقول لا راه كيهضر كيهترب، ما نويتش راه داك الشيء بصح، قسما بالله حيت كان كيهضر بفمه بقلبه، راه الله شاهد عليا. كيجي الساعه اللي كيمشي، انا ما كنتش عارفه هو اللي قتلو باش نجيك صراحه. كندخل كنوصل في واحد الحاله لقيتو كله مدقدق، هزيتو هكا كطلعت معاه في لومبيلونس، كندخل المركب. الساعه اللي كندخل المركب ديك الساعه خرجوا الطبيب قال لي راه جابوه ميت. كل اللي جابوا الاصدقاء ديالو هو ولا الصديق ديالو؟ لومبيلونس. اه انا ما كنتش عارفه شكون اللي قتلو، مازال في واحد الحاله مصدومه ما متيقاش. خرجت كنغوت في المركب، لقيت كل شيء جالس كيغوت. عيطوا لي البوليس، رئيس المنطقه في التليفون ديال اخت الزوج ديالي، وقال لي يا فاطمة زهرة، واش انت فاطمة زهرة زوجة عمر مزينة؟ قلت له اه. قال لي راه كانوا واحد ثلاثة، جوج ولاد وبنت، وراه هما اللي قتلوه فلان وفلان على ابن المستشار وعلى واحد السمية، وديك السمية انهم ما ذكروهاش مع العلم، ما حطوهاش في المحضر، ما جابوهش، ما حطوهاش كاع، تحطوا اسماء اخرين، ما تحطتش ديك السميه. عطيني باش هذا، لان حنا كنثقوا في المؤسسات وفي السلطات، حنا كنثقي في رجال الامن وكنثقي في القضاء. واخا دابا انت كتقولي بان بطبيعه الحال عندك شكوك في وحدين اخرين اللي ما تذكروش ولا كيفاش؟ عندي شكوك. واخا تفضل. هذا ابن المستشار مذكور في المحضر؟ مذكور في المحضر، ولكن كاينين اخرين اللي قاتلي راجلي وما مجبودينش كاع. واش ابن المستشار ولا الاخرين؟ ابن المستشار. عطيني نسولك دابا، واش ابن المستشار اللي قتل ولا الاخرين؟ حسبك انت شنو كاين في المحضر، لان احنا باش نقولوا الواقع. قاتل ابن المستشار واللي معاه هما اللي تعدوا على راجلي للضرب والهرس، لان ما عندوش شي ضربه، مهرس في الرجلين ومضروب في يديه ومضروب كله، ما عندش عنده هي ضربه وحده، راه عنده عدد ديال، راه اللي مكرفسين عليه اكثر من 4 ديال عباد الله، ما ماشي واحد.
عمر واحد ما يقدرش واحد يقتل عمر، ما يقدرش واحد يقتل راجلي، ما يجيش مع واحد يدم راجلي ويقتله. كان جي على اللي عيط لي في التليفون وقال لي اختي راه فلان وفلان هما اللي قتل راجلك. انا عرفت ابن المستشار، قلت له هذاك لا ما يقدرش حيت ما استوعبتهاش. قلت له لا راه ما يقدرش، هذاك راه بحال ولدي هكا. كنقول له اه كيجي عندي ويدخل عندي ما يمكنش، ولو ما كاينش شي فرق السن. كنبغي نحترم كل شيء وكل شيء كيعرفني، كنقول كل شيء ولدي. كنت كنتعامل مع اي واحد. منين جات مشيت للبوليس ما عمروليش ما علمونيش بانه هو اللي قاتل بالضبط. بقيت في واحد المرحله يعني انا عطيتي الاقوال ديالي، شكون اللي عيط لك، شكون اللي اتصل بيك وباش جيتي، صافي وهذا الشيء وخرجت. تكنتفاجئ الناس والهضره ديال الناس، والناس عندهم الاداليل العساسه بالليل اللي كانوا حاضرين. علاش نسولك عليه دابا؟ عطيني باش نمشي معك غير دقه دقه باش نوضحوا الراي العام. دابا انت كان عندك شكوك بان ابن المستشار، ماشي غير واحد، بان ابن المستشار وجوج حدا اخرين معاه هما اللي داروا هذا الشيء. شنو اللي خلاك انت من بعد تقولي عندك شنو من الدلائل اللي عندك؟ شنو الدلائل اللي قلتي عندك؟ كيتلاقاوني العساسه اللي كانوا عاسين بالليل كيقولوا لي اختي ليك الله، ما قادينش هما يهضروا خايفين. وقال لي اختي ليك الله راه كانوا خرين اللي قاتلين راجلك، راه كانوا معاه اخرين اللي كبار اللي صحاب راجلي حتى هما اللي كانوا كيجلسوا حتى هما معاه، راهم هما اللي قاتلينه. بقيت كنقول زعما علاش الناس كتخبي. شافوهم معاه، شافوهم هابطين، لان الليل الطريق خاويه، العساس ما يقدرش يكذب. ماشي انا شاهدين معاك ما قدوش يمشيو يشهدوا معايا. دابا هادشي قالوه لك غير هادشي غير باش نوضحوا. واخا خوتي العزاز هادشي راه خطير بزاف اللي كنسمعوا، واكيد حنا غنوصلوا الصوت ديال هاد الاسره وغنسمعوا بطبيعه الحال من عندها وغنشوفوا التفاصيل ديال هاد الواقعه، لان الان الامر يتعلق بشكايه ضد ابن المستشار. فهنا لربما يعني مجموعه من علامات الاستفهام تطرح. حنا ماشي طرف باش 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 ما نتفهموش غالطين، حنا كنوصلوا لك الصوت ديالك ولكن تايقين في رجال الامن وتايقين في القضاء باش انهم غياخذوا حق المظلوم. نعم واخا دابا انت يديروا بحث، وهادو اللي قالوا لك هاد الهضره بان غيكونوا معك، علاش ما شهدوش معك؟ علاش كل شيء تقلب عليا؟ كل شيء الله حسبي الله ونعم الوكيل، كل شيء تقلب. لان ملي وصلت كانوا كيهضروا لي هضره وخرجوا بهضره، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وانا ما كنظلم حتى شي واحد، كان حاجه واحده كنطلب يديروا بحث. كاينين الكاميرات في الشركات، كاينين الكاميرات في الطريق، كاينين العساسه يدير الحكومه دير البحث ديالها وتشوف هذا الشيء اللي ويعطوني حتى انا باش نرتاح. حتى انا راني ما مرتاحاش. واخا درتوا الشكايه ديالكم مساله القانون واش شمل الاعتقال ديال الموت فيهم؟ تعتقل الابن المستشار معتقل، وكنت اكتشف بان عنده غير الضرب والجرح، الموت ديالو وهو قاتلينه عمدا، ما كاينش الضرب والجرح، حيت بقاو كيقتلوه فيا بامشع طريقه. دايرين الضرب والجرح مؤدي الى الموت. ما دايرينش بان قتل العمد، هو راه كاين القتل العمد، اقسم بالله العلي العظيم اللي كاين القتل العمد. واخا المحكمه حكمت ولا مازال؟ مازال ما حكمتش. اعطيني لالا باش نوضح باش نوضح، لان الامور دابا مازال في التحقيق، مازال في التحقيق، خصنا نحترموا بطبيعه الحال التحقيقات الجانبيه العامه اللي كتقوم بها السلطات. مازال ما صدرش الحكم، الحكم لم يصدر بعد، مازال الحكم غيكون ابتدائي، ومن بعد لربما يقدر يكون الاستئناف، ما عرفناش واش غيستانفوا ولا لا. فهنا لربما نسينا فغتظلي مشبته بالقضيه ديالك، القضيه معروضه امام القضاء، انت ما عليك الا تثقي في المؤسسات ديال الدوله في القضاء طبيعه الحال من اجل ربما انصافكم. انت كتقولي الاقوال ديالك، حنا التحقيق ما كندخلوش فيه، شنو قالوا لكم في التحقيق كيفاش علاش هذا، داكشي كيبقى من اختصاص السلطات المعنيه. واخا لالا دابا انت خرجتي للراي العام باش توصلي الصوت ديالك. شنو بغيتي تقولي؟ الرساله اللي بغيتي توجهيها؟ الرساله اللي كنطلب، عندي ثقه في القضاء، وعندي ثقه في القضاء، وعندي ثقه في القضاء، ويا ربي يا ربي وقفوا معايا وشوفوا، خذوا لي حقي وحق وليداتي، خذوا لي حقي وحق وليداتي. هي البرد غير نعس غير نعرف الراحة، ويا ربي يا ربي تبين لي حقي وحق وليداتي يا ربي.
كنطلب من حسين الحموشي يوقف معايا ويفضل يطلق بحث ويصدر بحث التحقيق ديال الزوج ديالي. بغيته يوقف معايا، انا مزوجة فيه وفي الله ويقيني في الله غادي يبان الحق يا ربي تبين. علاقته ما نكذبش عليك، ما كاينش شي زوجه اللي ما تكونش كدابز مع راجلها او ما كتخاصمش، والله يسامح له وسامح له من قلبي، وديته على حب وتزوجت به وانا صغيره. ديته بنت 17 عام وحليت به عيني، وكنت حاسه بيه اب اخ ام ديالي فيه كل شيء. واخا كان يدير لي دار لي راه كيبقى راجلي، راه كيولي كنسى كلش. وما كاينش شي زوجة اللي تبغي الراجل على المضرة ولا تكون كي دايره هاد العلاقة، واخا تكون هاد العلاقة علاقة ما بين المرا والراجل كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. الله يعظم الاجر ان شاء الله. ثقوا في المؤسسات ديال الدولة، كي القضاء والسلطات. الحاجة ميمتي كي بقيتي مع خاطرك لالا، الله يصبرك الله يصبرك. عينيك ما تبكيش لالا، شوف اكيد لان الموت راه كنا غنموتوا واحد النهار، وراه هو من هو مشى وحنا غنتبعوه، غير هي ربما الطريقه ديال الموت راه فيها وفيها. ماشي بحال ديك الموت الشري، ماشي بحال ديك الموت، ماشي بحال ديك الموت. امين امين. شويه وليدي الحبيب تحرقنا تلفنا خوتو حنايا، ما كنعزوش ما كنجلسوش، ما نكذبش عليك، ما حنا في الراحه ما حنا حتى شي حاجه، ما كنعس كتجي ديك الدقه ديالو د الليل كنخرج ديال عز الزنقه ما كنزيدهاش حتى كيصبح الحال عليا، ما نكذبش عليك. ما كان الماكله ما كناكلو غير كنخطفو، ما مرتاحينش كاع، ما مرتاحينش. واخا لالا ما بغيتش نذكرك ولكن ضروري خصني باش ربما كنوضحوا للراي العام، علاقة المرحوم معاه كيفاش كان مع الأم ديالو، كيفاش كان كيتعامل. أنا نشد لك، أنا نشد لك أمي. عمره الحبيب ما غيرني، عمره ما قال لي، عمري ما دار لي شي حاجة أبدا، عمره ما غيرني، الله يرحمه ويوسع عليه فيها النار ويوزع عليه الرحمة، عمره ما غيرني، عمره ما قال لي حتى شي حاجة، عمره ما قال لي شي كلمة، عمره ما قال لي شي كلمة يا حبيبي، عمره ما غيرني لا بالقليل ولا بالكثير. أنا نزل عليه الرحمة، واللي قتلو ما نسمحلوش ما نسمحلوش، كنطلب من الله تعالى وتبارك. والخموشي علاش كتعيطوا له الحبيب؟ الحموشي لا الحموشي الحبيب يبين له حقي وحق ولدي ومحمد السادس والحكومه 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 توقف معانا. راه ولدي مظلوم، راه ولدي مظلوم الحبيب، راه مظلوم راه مظلوم راه مظلوم راه مظلوم الحبيب. واش هذا صاحبه الحبيب ربي صحابو الحبيب؟ واخا ميمتي هنا لربما الناس غيبقاو يتسائلوا كيفاش صاحبو غيدير له هادشي، كيفاش لربما علاش غيكون صاحبو غيدير له هادشي؟ واش كاين شي حسد؟ واش كاين شي حقد؟ كياكل معاه كيشرب معاه وكيرغب به عليه جاريه من الدار. ما فهمتش الحبيب لهادشي هذا، ما فهمناش ما فهمناش ما فهمناش. دقدقوا علاش وقع هادشي؟ واش ما عرفاش انت؟ واش ما كيقولوش الناس؟ ما عرفاش الحبيب هادشي اللي عارفه. تعيط لنا جمهورية الولد الصباح كيعيط، وفقت الضربة اللي ضربها وليدي الحبيب حسبني الله، منين تضرب فقت حليت السرجم بقيت نتصنت. أنا وليت حد الدار يحدى الدار؟ لا بعيد في البرارك، ما عرفت الحبيب فيه قتلوه داو البرارك وحشاو فيه حل الكرياج، داروا له طوبية منها، طوبية منها زعما القبر ديالك فهمت الحبيب، حطوه. منين هودنا ما لقيتش منين نطلع، بقيت غير كنشوف في الكرياج، نقزت غير اختو ومرتو هي اللي نقزت، طلعت طلعوا جاوا المقدمين جابوا لها بيلانس قالوا لها راه مازال حي، هزوه داوه للطبيب، ما حضر حتى شي واحد، ما شافوا حتى شي واحد. تمشينا لقيناه في الطبيب ميت، الولد ميت ميت الحبيب ميت. وانا كنطلب من الله تعالى وتبارك يبين حق دوك الدراري، ما مقاد لهمش، ما عندنا شيء، ناس مساكن تعدوا علينا، ما نسمح لهمش الحبيب، ما نسمح لهمش على دوك الاولاد وعلى ولده، على الولد كيخطاه في القلب، ما عباك فيك يباس معاك يقيل معاه النار كامل، هو كيساري في حد الموتور، ما نسمح لهمش 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 حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اخويا حنا كنطلبوا والو،
ما عندنا شوف، ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا وجوه، ما عندنا نفوذ، ما عندنا حتى حاجه، عندنا الله، كنطلبوا الله. ما عندنا فلوس اللي نديروا نقبوا واللي نسبقوا نبينوا له حقه. مخاطى الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا ما كان لأننا دمروا ثلاثة الوليدات. ما عنديش الفلوس ولكن عندي الله، قوية عليهم بإيماني. القانون فوق الجميع، والقانون فوق الجميع. يا ربي تبين حقه خويا، دعيو معايا، دعيو معايا، ما بغيت حتى حاجة، بغيتكم دعيو معايا، دعيو معايا يبين له حقه يا ربي. إذا المتابعين كتشوفوا بطبيعة الحال هذه القصة الأليمة، أكيد الحاجة مسكينة انهيار ديالها، فكتطلب كتطلب يعني المسانده ديال السلطات اكيد في هذه القضيه هذه، لان كتشوفوا مسكينه يعني حاله ديال الذعر، ديال الالم، ديال الرعب. للاسف قطعتني في قلبي هذه الحاجه، واكيد لان الثقه في السلطات وفي القضاء من اجل ربما انصاف هذه الاسره. خونا مشى ضحيه، الزوج ديالي مشى ضحيه، الابن ديالي مشى ضحيه، فكينشدوا هذه الزوجه وهذا الام بضرورة ربما انصافهم وتدخل بشكل مستعجل. واكيد حنا كنوصلوا الصوت ديال المواطن وماشي طرف في القضيه، اكيد هادشي كيضر في الخاطر وفي القلب، فالله يدير لهم اللي فيها الخير. متابعينا ومشاهدينا الكرام، ربي معك اميمتي، ربي معك، ربي معك، ربي معك، ربي معك، ربي معك. شرب، يعطيها تشرب، اعطيها تشرب، لاله اعطيها تشرب.